الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة، غريب يا مظلوم كربلاء، امحي الزوار أبو علي، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المهال والمدى لك يحصل، عظم الله لك الأجر سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان، بمصابك في جدك أبي عبد الله الحسين، عظم الله لك الأجر يا مولاي بمصابك في عمتك زينب الهاشمية، والمسبية تقول لك لا تقول لي الهاشمية، نادي أخوها محمد بن حنفية تقول لك لا تصيح لي زينب بعد الهاشمية، تقول لي زينب المسبية. ويلي لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، هاللحظات مشوا ركبوهم على الرياض وطلعوا من كبر. لم انس يا با والله لم انس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة الحانا فالحانا، مسجورة القلب الا ان ادمعها كالمعصرات تصف الدمع عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا دعايانا، بويا علي 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 وغاب عنا المحامي والكفيل، لا ظلوا عندي لا الحسين ولا الكفيل ابو فاضل، غاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمالها ومن ياوي تعامالها، ويا يا علي يا علي يا علي ان عسعس الليل وجه الصواب أبدانا ورايا، والله كل من ساعد زينب تقول له قم يا علي يا علي يا علي، فما هذا القعود وما عهدي ترض على الأبناء أجفانا Oh.
أول مرة تسمع بد. قالت أنا ودعت بالمرتبة واشترعت اي والله انا ردعت بالمرتضى واكثر عذابه وابجي وهي للتوايب على عتابه اندى وندبى وانتحب واقف ببابه يقف ببابك يعني ما ترد ليش زينت اندى وندبى وانتحب واقف ببابه وقل اليوم يومك يا لطنفا والله والله لو ان اللي يذبون اليوم يدري بخوي حسين راس شلون مبري شا ما تركني ودمعتي على الوجه تبري وفكني الصمد من يسرنا ولا تعذب احكي يا زينب قولي يا زينب صاحت حيدر يا صنديد الحرب يا مخيف الاسباح حيدر يا شيال الحمل لو طاح بالقاع بالطف اخبرك بالحرام كله راح الضياع وسار سبايا وبالرزن بالردن ويل التسدوا ابا يا علي يا علي ايش حق يسلبها العدو ويشتم وليه ايش حق يا علي يسلبها العدو ويشتم وليها وش حق جاير بالضرب ويلي عليها من جار ضربة بدت تشقف بديها ومنها على الوجنات سالت دمع محمار بعد بقرا لك الابيات خاطر زينب انا يابا والله من تصيبني الدنيا من تصيبني ابني عشان يقول يا ناس اذا اجتمعت علي مصايب الدنيا هموم الدنيا وين اودي وجهي لمن اشتكي وين اروح شو اسوي علموني الدنيا يا بالدنيا والله الدنيا من تصيبني ابنها شانها قال زينب اذكرها واجيب احزانها شي يصير اذا ذكرت زينب وانا مهموم شي يصير زينب اذكرها واجيب احزانها من نجيب احزانها الهم ينجلي وتهمل عيون على خدي البت علي ليش بيوم واحد ظلت تبغي يا ولي هو ماكم من أمس إلى اليوم بيوم واحد ظلت تبغي يا ولي وبقت مثل المرتضى بميدانها يا بصدت ولن تشوف حسين على الثرى يبتها اليوم الصبح اليوم الصبح اول ما طلعت شافت بعد لاحت لها تلك الاجساد على مغارك ربنا صدت ولن تشوف حسين وشافت حسين على الثرى قل لي يا مؤمن جاوبني قل لي شو تسوى وبقت متحيرة يا بتنزل الدفنة وهي مخدرة ما قصرت زينب ما قصرت رحمك الله يا ابو يوسف على لسان زينب شو تقول نادت وارو هالجنايز يا مسلمين اذان كفر كلهم بلا مذهب ولا على حس
يقول عبد الله بن العباس: يوم من الأيام وقت الضحى ساعة عشر، عشر ونصف جالسة من وقت الضحى، يقول: وإذا بفاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت على أبيها وهي تنشج نشيجا عاليا، وفاطمة موجوعة وتبكي ودموعها تسيل على خديها: بني فاطمة لا أبكى الله عينيك، بني بني بكاؤك. قالت: لا أبا يا رسول الله، من الصبح ولداي الحسن والحسين خرجا، طلعوا بعض العادة كان عندهم أوكاتي طلعوا يلعبون، خرجا وإلى الآن ما عاد، جيت دورتهم في بيوت نسائك، بيوتات نسائك، بعض بيوت الأرض ما لقيتهم. أبا يا رسول الله، ذول أولادي حسن والحسين ما عندي غيرهم، أين ولدي الحسن، أين ولدي الحسين؟ وإذا برسول الله قام من مقامه، نادى: عمار، سلمان، أبو ذر. يقول عبد الله بن العباس: أحصينا 70 رجلا لرسول الله، بعثهم يبحثون عن ولديه الحسن والحسين. يقول: مضوا انفضوا بالمدينة يدوروا وين الحسن والحسين، ورسول الله من جانب، وعمار من جانب، وسلمان والرجال. عبد الله بن عباس يقول: أنا وياهم. رجعوا التقينا ثانيا بالمسجد، وإذا ولا واحد جاء بالحسن والحسين ما يدرون عنهم. يقول: هنا شافهم رجعوا خالي الوفاض، إيش صار برسول الله؟ يقول: رأيت رسول الله أقبل إلى باب المسجد، أمسك بعضادة الباب، اليد الثانية قبضها على شيبته، رفع بطرفه إلى السماء، نادى: إلهي بحق الأنبياء قبلي، إلهي بحق إبراهيم جدي، إلا ما رددت علي ولدي الحسن والحسين. وإذا بالسماء ضجت، الله أكبر، رسول الله، رسول الله. إذا وجع قلبه، وإذا دعاه رأسا نزل عليه جبرائيل، قال له: يا رسول الله، ما هذا الجزع؟ أولادك موجودين، أين يا جبرائيل؟ إلا طلعوا الصبح، راحوا إلى مزرعة بني النجار، أخوالهم من أخوالهم رايحين بالمزرعة ومتعودين يروحون أوكاهم. امشي يا رسول الله. عبد الله بن عباس يقول: أخذنا رسول الله، هذا جبرائيل أخبرني أين ولدي الحسن والحسين. يقول: وصلنا إلى باب المزرعة، وإذا من الباب لا حال رسول الله. تدري 2 أطفال 5 و6 سنوات 6 و7 سنوات لاعبين الصبح ولاعبين إلى أن تعبا، اجوا 2 تحت شجرة واعتنقا بعضهما وناما تحت الشجرة، شافهم رسول الله. والله عبد الله بن العباس يقول: رأيت رسول الله أخذ يهرول إلى أن أقبل إلى الشجرة. وفادة ما يعطي قلبه، يوقظ الأطفال. يقول: رأيت رسول الله أثنى ركبتيه إلى الأرض، جلس على الأرض وجعل تارة يقبل الحسن والحسين، تارة يقبل الحسن وتارة يقبل الحسين، حتى فتحا عينيهما فاحتملهما إلى صدره وضماهما. أقول له: الله يا رسول الله، هذا وأنت بالمدينة، هذا وأمهم موجودة، هذا وعلي موجود، وأنصارك موجودين، وهم أطفال، ويمك يا رسول الله هالقد موجود، يد على باب المسجد ويد قابض على لحيتك، أشوين يا رسول الله؟ ذاك اليوم تنادي: صاحت يا جدي تعالوا لابنكم غسلوا. يا جدي تعالوا 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 لابنكم غسلوا، والجفن وياكم تجيبوا، والله تجيبوا جيبوا قطر للجفن.
وش حال امه؟ ايش حال امه؟ نادت بجدها ما نفعها جدها. ايست كعبة الاحد اليوم زينب، اليوم بس زينب ترى. ايست كعبة الاحزان ام الرزايا والمصايب. إن التفت صاحت يا يم يا يم يا سارة وادي. يم تعالي تعالي وشوف كربل ايش سوت الحالي. يا يم لاني غريبة بغير والي. صورونها واذا بصوت تنادي امه يا زينب انا ماني بعيد انا ماني بعيد بعيد تراني من الصبح ساكن البيت. لا ما بكمل ما بكمل هالبيت ضرب بالي بيت ثاني بقرا وبعدين بكمل لك هالابيات حتى تفهمها اكثر. لا ما بعيد اذا قريت لك هالابيات وقريت مدود مره ثانيه راح تتفجع اكثر. يقول امس 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 يوم عاشوراء الحسين بالخيمه يودع النساء الوداع الوداع الفراق الفراق ودع النساء كلهن. يقول طلع واذا بامرأة جالسة على باب الخيمة التفت اليها وقف على راسها قالها امة الله من انتي؟ امة الله كل النساء ودعني بس انتي ما ودعتيني اشوف. واذا بهذه المرأة حنت وانك صاحت قالت لأم لما ربيتك الحجر يا ولدي تجلي تمنيت ان المنحور نحري
وسمعتني سمعتني وأنا أشتكي. يمكن أمي فاطمة نظرت إلى جسد أخي الحسين يعني بيتوجع قلبها. أبا أسلي أمي، أبا واسي أمي، شلون زينب تواسي أمها؟ قالت يما يا يما لا تبجين يا زهرة لا تبجين، لا تبجين يا يما لا تبجين، والله مو عطشان مات أخوي حسين. شلون زينب تقولي مو عطشان؟ يما مو عطشان مات أخوي حسين، يما شقد بجيت وشرب ماي العين. يما يا يما وبثرت يض الخيمة علي تامي، يما وما بقالي وخلاني محتارة، والمحتار يقصد صاحب الشارة يعني علي. أنا قصدت المرتضى ودمعي تجارة، إذا بتقل لي الزهرة أنا أقول لا، اليوم الزهرة هويا، اليوم نام تقوم من جسد وتقعد يم جسد. قلنا جبريل جبريل وينك ساعدهم دلني عليهم. قال يا زهرة ما تقدري تنظريهم كلهم بالعيار عزيزة الزهرة أم البنين ويانا بالمجالس. وراحت الزهرة بكربلة اجت وصلت إلى شات العلقمة، تريد توفي الحق، تريد توفي رحمك الله يا بن فايز، تقول له واقفة على جسد الحسين الزهرة وتقول له يا حسين يا حسين قل لي وين أبو فاضل أشوفه؟ قال يما يما بعد مثلي ومقطوعه، قطعه يمينه مع شمالها للكوفه، وخلوا عفيره جثته من فوق للباب. واذا بالزهره واقفه عند جسد ابي الفضل العباس، قل العلي هذا ولدي، هذا ولدي، لا حد يقول ولد ام البنين، هذا ولدي. صاحت يما من جسم جسمين وجسمك دامع المغرب، راسك من جسم جسمين وجسمك دامع المغرب، ما نمك يا بعد امك، وين اليمن واليسار؟ ابو فاضل ما شايف الزهره بحياته، ما عرفها. يقلها وإذا بالنياق العجفة الهزيلة صاحوا بين تعالينا واركب. نادت سود الله وجهك عمر بن سعد، نحن بنات الرسالة مرهم فليبتعدوا، نحن يركب بعضنا بعضا، مو أنا اللي أطرأ. إمامنا زين العابدين يقول أنا شفت عمتي زينب وإختي من كالثوب بنت الإمام الحسين،
يكبر النساء أكثر من 80 طفل وطفلة وغير النساء ويا زينب ركبنهم كلهم. يقول شفت هالمنظر خلقتني العمرة وأنا متوكع على عصاي أشوف عمتي زينب تحكي وياهم كلثوم ولي اركبي. قالت لا يا عمي أنت اركبي. زينب تقول اركب إلى أن سألتها قالت عمي إذا أنا ركبت أنت من الذي يركب؟ التفت الصاحة أنا راضي لمن أخرجني من منزل عباس مالي من المدينة بذمتك جيل لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت وأشوف جيت الكربلة ومني تبرع الهندي اخوان اثنينهم. يقول طلعنا من النجف جايين الى زيارة الحسين في كربلاء بالطريق شايفين المزارع والمساتين. يقول احنا اثنين نمشي واذا بامرأة كبيرة في السن. يقول اشرت لنا صاحت لنا والله تعالوا شوية سيد اريد اركب على ظهر البغل وما اقدر انا مرة كبيرة. يقول سيد باقر انا مسكت زمام البغلة وسيد رضا نزل على الأرض قالها حجية اتخلي رجلك على ظهري وصعدي على ظهر البغلة. يقول مدت رجلها خلت رجلها على ظهر السيد وصعدت على ظهر البغلة ومشت البغلة. سيد باقر يقول أشوف أخوي سيد رضا ظل على الأرض جافي خذ ينشج نشيج العالي. قلت أخوي سيد الحجية مشت راحت شبيك جالس وإذا به ينشج نشيجة عالية. قال أخويا سيدنا الله تذكرت جدي سيد العابدين من صعدت على ظهر عمتي زينة. لكن زين العابدين ما إلى طاقة ما يتحمل عليه المريض سقط على الأرض نظر إليه الشبر أكبر والراس من انفضخ والنهضة خيامه
كل حجم طرح يا زينب باليتامى، ولا دخلت وفرقت هالشمال ويبي ينادي فيهم عقام مروا بالنساء لأجزاد الخدلايا، يقول الإمام زين العابدين ناقة عمتي زينب قبالي مروا بنا لأجزاد الخدلا، أشوف عمتي زينب صار لها حن وأنها لغير الناقة، ظلت تلوج على ظهر الناقة أرادت أن تروي I'm a man.
احبتي اذا نزلت من عينك دمعه على زي اللي احسبها لا تمسح الدمعه. ام البنين ذكرناها بهذيك اليوم المجلس. سيدتي يا فاطمه ذكرناك يا ابو فاطمه ذكرناك يا غريب كربلاء. الهي بالشهداء كربلاء بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين ذريته وبيوته. الهي اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا استر علينا عيوبنا عجل فرج امام زماننا ببركه دعاء امامنا لنا اقض حوائجنا شاف وعاف مرضانا تقبل منا هذا القليل من اعمالنا. رب ابعث ثواب مجلسنا الى ارواح موت المؤمنين والمؤمنات الى ارواح محمد وال محمد الى ارواح العلماء الماضين الشهداء السعداء الى ارواحهم جميعا نهدي ثواب قراءه سوره الفاتحه تسبقها الله.